مبسوط طبعا بالتجربة ومبسوط طبعا بالفيلم في موضوعه جديد جدا وكوميدي، فده حاجة جميلة جدا يعني. المفروض انا شغال في الجنينة، وطبعا بتحصل مواقف كوميدية ما بين الحيوانات، ما بين ان هو اول مرة يشتغل في الجنينة، فبالتالي بيحصل كم حاجة كده طبعا بيبوظها. والى جانب فيلم الجنينة اللي عرفت تفاصيله من محمد ثروت وابطاله خلال لقائنا معاهم بحلقتنا امس، اليوم محمد بيكشف لنا عن الأعمال الجديدة اللي يحضرها وبيجتمع بمعظمها مع بيومي فؤاد. احنا بنخلص فيلم اسمه 2 للإيجار، بطولتي انا وبيومي فؤاد، خرج شادي علي، وفي فيلم برضو تاني انا وبيومي فؤاد برضو يعني يمكن حتى السنه دي عاملين دويت انا وهو، اسمه كارت شحن، خرج برضو شادي علي. موضوعين مختلفين وشخصيتين مختلفين، وهالعملين ما راح يكونون الوحيدين اللي بيجمعون محمد وبيومي. بحب اشتغل مع بيومي عموما يعني، حتى الناس بتحبنا مع بعض، فده اللي خلانا نستثمر التجربه في ديت ان احنا نعمل فيلم مع بعض. شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة، هي مفتوحة اهي. عينيها بتقفل؟ لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل؟ لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط، عينيها بتقفل. مثبتها لك بسلوتيب. عينيها بتقفل، عينيها بتقفل. مثبتها لك بسلوتيب، بدور على سلوتيب بس وهثبتها. شوف عينيها. الظاهر انا بتقفل نص يوم. الكيمياء بيني وبين بيومي فؤاد بتبقى لذيذه جدا، حتى في الاعمال المختلفه، سواء مسلسلات سواء مسرحيات سواء سينما، فده حاجه جميله جدا ان انت تلاقي شخص بيعرف يكاريت معاك حاجات، في كيمياء بينك وبينه، فحاجه جميله جدا طبعا. وحاجه ثالثه راح نشوفها ايضا بهالموسم بين هالثنائي. حاليا برضو بنخلص في فيلم رمسيس باريس، اخراج احمد خالد موسى، ومعانا طبعا حمدي المرغني، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمود حافظ، هيفاء وهبي. وهيفاء كانت نشرت فيديو لها على انستغرام لحظة مغادرتها أحد مواقع تصوير الفيلم، وكان واضح حب الناس لها. ونحن سألنا محمد عن علاقته بهيفاء بهالفيلم. طبعا حاجة جميلة جدا طبعا أنت تبقى واقف قدام هيفاء وهبي، طبعا ميجا ستار الوطن العربي، حاجة جميلة جدا طبعا. أنا مبسوط أنا واقف جنبها، وفي حاجات كوميدية بيني وبينها كتير في الفيلم. وإلى جانب كل هالأعمال، بدأ الحديث عن قرب بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ اللي عرض الجزء الأول منه ب 2017. ده فعلا بس لسه في مرحلة الإعداد في الورق، ونفس الكرو برضو، محمد ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت، وإخراج أحمد الجندي، وكتابة عز وصار، وإنتاج سوستر الإريان. ده ينسر حصلت عائل صغير. وغير هالأفلام، جمهور محمد ثروت موعودين فيه برمضان 2023، فهل حسم أمره بأي مسلسل بيطل؟ بتعرض عليه حاجات كتير، بس الواحد بيحب إنه يفاضل ما بين الحاجات كلها، لأن في أغلب الحاجات تعرض عليه نفس الدور اللي عملتها قبل كده، وأنا بحب إن أنا كل سنة أعمل دورين مختلفين يعني في رمضان، فبحاول على قد ما اقدر ان انا انقل الادوار اللي ما عملتهاش قبل كده عشان ما بقاش متكرر، وبما ان يعني الواحد بيسعى ان هو يحترم عليه الجمهور، فده حاجه جميله جدا يعني. ونحن حبينا نعرف منه اي شخصيه حابب يقدمها. ممكن باتمان يعني، انا اتعرض عليا باتمان فوريفر، بس اعمله فوريفر يعني، ده احتكار يعني. وشخصيه مختلفه بيقدمها محمد ضمن مسلسل العيله دي اللي بيتولى اخراجه احمد خالد امين، ضمن 30 حلقه انطلق تصويرها مؤخرا.